مشاهدي قناة لمحة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر نصائح حول العناية بالشعر يجب على كل فتاة معرفتها. إن الحصول على شعر ناعم وغزير ولامع هو حلم كل فتاة في العالم، ولكن لا يهم إذا كان لديك بحالة ممتازة أم لا، فكلمة السر هي العناية بالشعر، وبذلك تحصلين على شعر غزير وناعم ولامع أيضا. وقناة لمحة تقدم لكم دليلا شاملا للعناية بالشعر. قبل مشاهدة الفيديو فضلا قم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك إشعار بالفيديو الجديد. لمحة، معرفة، اكتشف ما لم تكن تعلم. عاشرا، الغسيل. لنبدأ بأبسط شيء وهو غسيل الشعر. قبل أن تحصلين على حمامك قومي بتسريح شعرك حتى لا يتشابك عندما يجف. ابدأي بغسيل شعرك بالشامبو. ضعي الشامبو على باطن اليد. أولا دلكي شعرك بلطف بالشامبو حتى الجذور، بداية من فوق أذنك إلى خلف الرأس، وهذا يساعد على وصول الدم إلى بصيلات الشعر مما يؤدي إلى نمو الشعر. ثم اشطفي شعرك بماء دافئ، وإذا استلزم الأمر اغسلي شعرك مرة أخرى. لا تنسي استخدام بلسم الشعر، ثم اشطفي شعرك بالماء الدافئ والبارد، وجففي شعرك بلطف باستخدام فوطة ساخنة من الجذور إلى الأطراف. تاسعا، مجفف الشعر. الخطوة الثانية هي مجفف الشعر. أولا ابدأي بوضع المنتجات الخاصة لشعرك، ثم قسمي شعرك لأقسام مختلفة. وعند استخدام مجفف الشعر يجب أن يكون على بعد لا يقل عن 15 سنتيمترا عن فروة الرأس. حركي المجفف بداية من الجذور إلى الأطراف، والأفضل أن تبدأي بخلف رأسك. ومن ناحية الجانب اجعلي المجفف أعلى قليلا من الجذور، وجفف الشعر من أعلى إلى أسفل، ثم جفف القسم الأوسط. ولا تستخدمي المجفف كثيرا، فمرة واحدة أو مرتين في الأسبوع تكفي حتى لا يجف الشعر ويتقصف، وفي الصيف يفضل عدم استخدامه. ثامنا، أنواع الشعر. والآن لدينا اختبار صغير لك، سوف نسألك بعض الأسئلة ويمكنك الاختيار من بين عدة إجابات لتعرفي نوع شعرك. أولا، كم مرة عادة تغسلين شعرك؟ A. كل يومين أو ثلاثة أيام. B. كل يوم. C. مرة أسبوعيا. D. كل يومين أو أربعة أيام. ثانيا، ما مدى السرعة التي يصبح بها شعرك دهنيا؟ A. بعد يومين. B. في المساء. C. في نهاية الأسبوع. D. بعد يومين أو ثلاثة أيام. ثالثا، ما هي حالة أطراف شعرك؟ A. طبيعية. ب. مقصف أحيانا. س. هش وتتقصف. د. جافة ومقصفة. رابعا، ما مدى كثافة شعرك؟ A. طبيعي. ب. كثيف بعد الغسيل. س. كثافة مفرطة. د. له أطراف مجعدة. خامسا، هل يصدر شعرك شحنة كهربائية؟ A. أحيانا. ب. نادر جدا. C. عادة. D. في الأطراف فقط. والآن إليك النتيجة. أولا، إذا كانت معظم إجاباتك بحرف A فنحن نهنئك، فشعرك طبيعي، وهذا من أنواع الشعر النادرة، وأنت محظوظة جدا، فكل ما عليك فعله غسله وحمايته من الشمس، ولن تحدث لك أي من مشاكل الشعر المعروفة. أما إذا كانت معظم إجاباتك بحرف B فهذا يعني أن شعرك دهني، وهذا يحدث في العادة لأن فروة الشعر دهنية أيضا، وأصحاب هذا النوع من الشعر يجب أن يتجنبوا لمس شعرهم أو التدليك بالزجر، الأمر الذي يجعل الوضع أسوأ. ولا تغسل شعرك بالماء الساخن، فهو مؤثر أكثر من المنتجات الزيتية. وإذا كانت إجاباتك أغلبها بحرف C فشعرك جاف، وهذا بسبب أن فروة الرأس أيضا جافة، وفي هذه الحالة ننصحك بتدليك لفروة الرأس بالزيت من فترة لأخرى، وتجنب الغسيل بالشامبو يوميا، فهو يجعل شعرك أكثر جفافا. وإذا كانت اختياراتك معظمها بحرف D فإن شعرك من النوع المزيج، وهذا يعني أنه دهني وفي نفس الوقت فروة الشعر جافة، فيجب تجنب استخدام مجفف الشعر بدرجة سخونة عالية، فهذا سيجفف الأطراف وسوف يجعل جذور الشعر أكثر دهنية. سابعا، مكواة التجاعيد.
أولا يجب أن تعرفي نوع شعرك عند اختيار نوع درجة حرارة مكواة التجعيد، وتذكري أن 170 درجة مئوية مناسبة للشعر الهش، و200 درجة مئوية مناسبة للشعر العادي، و230 درجة مئوية الأنسب للشعر الكثيف. أما بالنسبة لشكلها فالمكواة الاسطوانية تعطيك تجعدا أكثر من المخروطية. شيء آخر وقت استخدام المكواة، فإذا قمت باستخدامها لمدة 5 ثوان فشعرك بالكاد سيتجعد، ولكن 7 ثوان هي الأفضل للحصول على شعر مموج أكثر، أما 10 ثوان فتعطيك مظهرا مموجا طبيعي. وتذكري 3 أشياء مهمة، ولا تحاولي أبدا استخدام المكواة مع الشعر المبلل، ولا تنسي تنظيف المكواة بعد كل مرة استخدام، وأخيرا لا تستعمليها كل يوم. سادسا، مكواة فرد الشعر. أفضل درجة حرارة ساخنة لمكواة الشعر مرتبطة أيضا بنوع الشعر، ودرجة الحرارة المناسبة للشعر الهش أقل من 170 درجة مئوية. أما الشعر الكثيف فأقصى درجة حرارة هي 230 درجة مئوية. ولا يجب أن ننسى الأنواع المختلفة لمكواة الشعر، فالنوع السيراميكي يفرد الشعر بسهولة فهي ذات تردد مناسب، أما التورمالين مناسبة لشعر الكثيف وتحمي من الكهرباء الساكنة، أما النوع المصنوع من التيتانيوم يستعملها أخصائي تصفيف الشعر. أما استخدام مكواة الشعر فسهل وبسيط. أولا، ضع الرذاذ الحامي من الحرارة على شعرك واجعليه يجف. ابدأي بفرد شعرك من الجوانب وخلفية الرأس، واستخدمي مكواة الشعر من الجذور وإلى الأطراف ومباشرة إلى الجزء الذي في منتصف الرأس، وبعد الانتهاء من الفرد صففي شعرك، ولا تستخدمي مكواة الشعر مع جزء واحد من شعرك لمدة أكثر من 2 أو 3 ثوان، ولا تستعمليه أكثر من مرة في الأسبوع، ويجب تنظيفه بعد كل مرة تستخدمينه فيها. خامسا، زيوت الشعر. وسنبدأ بزيت الأفوكادو، فله فوائد كثيرة للشعر، وأهمها أنه مناعم ومغذي ومرطب للشعر. أما كيفية استخدامه مع الشعر، اخلطي 5 معالق كبيرة من زيت الأفوكادو مع 3 أو 5 معالق من زيت جوز الهند، ثم سخن الخليط وضعيه على شعرك وتركيه لمدة من 15 إلى 20 دقيقة، ثم اغسلي شعرك وسوف يشكرك شعرك على ذلك. والتالي هو زيت الأرجون، وهو مرطب ومغذي للشعر، وله تأثير جيد على تجديد الشعر. يمكنك استخدام نوعية أنقى أو المخلوطة مع زيوت أخرى بدلا من البلسم. وزيت جوز الهند أيضا مفيد للشعر، فهو يساعد شعرك المقصف على نمو مرة أخرى. وأفضل طريقة لاستخدامه تدليك الشعر به، أو بطريقة أبسط مجرد بضع قطرات على الشامبو. أما زيت الجوجبا هو أيضا مرطب ومغذي ويحمي الشعر، وهو ممتاز لتدليك الشعر، فقد ضعي بضع قطرات على أصابعك ودلكي شعرك. رابعا، قناع الشعر. قناع الشعر مهم للاهتمام بالشعر مثل أي شيء آخر، فهو يمتلك كل شيء تريدينه لكي تحصلي على شعر صحي، ونحن سوف نقدم لك بعض الوصفات لمختلف أنواع الشعر. لنبدأ بالقناع المغذي للشعر العادي، ولتحضيره تحتاجين لمعلقتين كبيرتين من زيت الأرقطيون، ومعلقتين كبيرتين من زيت الزيتون، و10 قطرات من فيتامين A، و10 قطرات من فيتامين E. ثم سخن الخليط وقلبيه بهدوء وحذر، وضعيه على شعرك، وهذا القناع سيجعل شعرك لامعا. ولدينا أيضا وصفة للشعر الهش، وهي قناع الفرد، وهي عبارة عن معلقة كبيرة من زيت الخروع، وملعقة كبيرة من العسل، وملعقة كبيرة من عصير الصبار. اخلطيهم معا جيدا وضعيهم على شعرك لمدة 30 ثانية، ثم اغسليه واشطفي شعرك بعناية، وهذا القناع سيعالج شعرك وسيمده بكل الفيتامينات التي يحتاجها. ولن ننسى الشعر الدهني، فهناك وصفة مخصص له أيضا، وهي تتكون من 2 كبيرتين من الخردل الجاف، و4 معالق من الماء الدافئ، و3 ملاعق من الصلصال سواء الأخضر أو الأسود، وملعقة عسل وملعقة عصير ليمون، واخلطيهم معا وضعيهم على شعرك مدة 30 إلى 40 دقيقة، وسيجعل شعرك يبدو نضرا وكثافة جميلة ولمعان صحي. ثالثا، الحمية الغذائية. الطعام الذي نتناوله أيضا له تأثير على حالة الشعر، وحمية غذائية متوازنة تساعد على وصول الفيتامينات والمعادن العضوية للشعر، وللحصول على شعر بحالة ممتازة. لذا نقدم قائمة من فيتامينات مهمة ليس للشعر فقط، لكن لصحتك وجمالك أيضا. أولا، فيتامين سي، فهو يعزز دورة الدم ومفيد لفروة الرأس وينشط نمو الشعر،
فإذا كنت تريدين الحصول على فيتامين سي فعليك بتناول الكثير من الفواكه الحمضية الكيوي والتوت البريطاني والزبيب ولحم الفخذ. أما أوميغا 3 يساعد على منع ظهور علامات الشيخوخة ويحافظ على قوة المناعة، ويمكنك أن تجدينه في الأسماك وفواكه البحر وزيت بذر الكتان والأفوكادو والجوز. وبالنسبة لفيتامين A فهو يجدد الخلايا ويساعد على إبطاء ظهور علامات تقدم السن، ويمكن إيجاده في الكبد والجبن والبيض والجزر واليقطين. أما بالنسبة لعناصر الزنك والسيلينيوم فهي تحمي جسدك من المواد الضارة في البيئة. وللحصول على هذه العناصر تناول البيض ولحم البقر والخبز الجاف والحليب وفواكه البحر. أما فيتامين E فهو يغذي جذور الشعر ويحميه من الأثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية، وهو موجود في المكسرات والبذور والبيض وفي سلطة الخضر وأيضا الخضروات وزيت الخضروات. وأخيرا فيتامين B وهو يساعد على نمو الشعر ويعطيه لمعانا وكثافة، ويمكن الحصول عليه من الفول السوداني والحبوب والبيض. ثانيا لون الشعر. أصحاب الشعر الفاتح فليستمعوا لهذا جيدا. أولا ليس كل زيوت الشعر ستكون مناسبة لك، والأفضل لك زيوت الخوخ والزيتون وزيت الجوجبا وزيت الأفوكادو وجوز الهند. ولا تستعملي أبدا زيت الخروع لأنه سيعطي لونا داكنا لشعرك. وبدلا من ذلك يمكنك مسح شعرك بالمياه وقليلا من عصير الليمون للحفاظ على لونه الجميل. وللحفاظ على جمال الشعر الداكن يجب استخدام زيت الزيتون أو المشمش أو زيت نوات التمر. وللحفاظ على لمعان الشعر الداكن يفضل زيوت الفواكه الحمضية. أما بالنسبة للشعر الأحمر من الأفضل استعمال زيوت الزيتون والمشمش أو زيت نوات التمر للحفاظ على لون الشعر. أما زيت الأرقطيون يجعله أكثر نعومة. أولا المواسم. اختلاف درجات الحرارة يمكن أن يضر الشعر، لذلك إليك بعض النصائح للحفاظ على شعرك. في الطقس البارد من المهم تغطية شعرك أثناء الطقس البارد، واستخدم مجفف الشعر على أقل درجة سخونة، وغذي شعرك باستخدام قناع الشعر والأمصال والزيوت والفيتامينات. أما بالنسبة للطقس الحار لا يختلف كثيرا، فأنت لا تزالين تحتاجين لتغطية شعرك واستخدام منتجات الحماية من الشمس، ويفضل الراحة لتفادي الأضرار المحتملة من الأشعة فوق البنفسجية، ويجب عدم استخدام مجفف الشعر أيضا أثناء الصيف. أما لتغذية الشعر فقناع الشعر والزيوت والأمصال والفيتامينات. نشكركم للمشاهدة، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك.